الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور يصوغ أبهى الوصايا للناس للناس نهج ودستور الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور من فيضه خير سقيا للعبد للعبد إن عاش مسرور الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المشاهدون والمشاهدات مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم وأشرق الوحي في موسمه الثاني معنا اليوم في هذه الحلقة الثامنة الآية الأخيرة من سورة النساء نستمع إياكم إلى تلاوة هذه الآية ثم نعود للتعليق على سبب نزولها وهداياتها بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور يدعو جميع البرايا مرحبا بعودتكم إخوان المشاهدين والمشاهدات بعد استمعنا وإياكم لتلاوة هذه الآية الكريمة من سورة النساء هذه الآية نزلت بشكل أو بسبب مشهور أنها نزلت في قصة مرض جابر رضي الله عنه فقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي يعني رسول الله فأتاني يعني رسول الله وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث هذه الآية ذكر أكثر مفسرين كالطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف للتعليق على سبب نزولها وهداياتها أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ بجامعة الملوك بجامعة الملك سعود سابقا حياكم الله يا دكتور حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات نعم دكتور هذه الآية المشهور نزولها في قصة مرض جابر رضي الله عنه وهي يضرب بها المثل على أحد أنواع أسباب النزول وهي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل الوحي للإجابة على هذا السؤال وهذا نعم. من أصرح أنواع أسباب النزول نعم. طبعا أحمد الله وصلي وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه صدقتم يا دكتور عيسى في أن هذا أحد أنواع أسباب النزول وأيضا هذه الآية تذكر في شيء آخر نعم. وهو أن القرآن منه ما ينزل في الصيف والشتاء والليل والنهار والسفر نعم. والحضر فهذه آية الصيف نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها كذلك نعم. لأن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثيرا قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مثل ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري فقال تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء نعم. يقصد بها
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. ما هي القصة؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مات أبوه وخلف له أخوات، وتزوج امرأة كبيرة من أجل أن ترعى أخواته، فمرض هذا المرض الذي ظن أنه سيكون هو مرض الموت. نعم. وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم العظيم الذي يتفقد رعيته ويعودهم، مع أنه معذور لو لم يعد واحدا منهم صحيح بمشاغل هذه الأمة، لكنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي من الحنان والرعاية الشيء الذي يحمله على تفقد حتى هؤلاء الصغار من الصحابة في بيوتهم يعودهم. وجاء إليه ماشيا، ما جاء راكبا، ولم تهيأ له الشوارع والطرق ولا شيء من هذا القبيل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان جابر مشغولا بهذا الأمر، مالي لمن هو، ماذا سيكون عليه. نعم. فأنزل الله هذه الآية. ما صلة هذه الآية بجابر؟ جابر ليس له والد وليس له ولد، ليس له والد وليس له ولد، وهذا ما يسمى عند الفرضيين وعلماء الفقه الكلالة. الكلالة إيش معنى الكلالة؟ نعم. يقولون الكلالة هو الرجل أو الشخص الذي تكلله النسب حتى أصبح النسب له إكليلا. الإكليل هو الذي يوضع فوق الرأس كالتاج. نعم. أو نحوه، يعني أنه لا والد له ولا ولد، وإنما نسبه قد أحاطوا به وهم إخوته وبنو أخيه وبنو وأعمامه وبنو عمه، هؤلاء هم يتكللونه، لأن الوالد يمنعهم جميعا من الإرث. صحيح. والولد الابن كذلك يحجبهم من الإرث. نعم. فيسمى مثل هذا في الشريعة كلالة. وهذه الآية نزلت في الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، أما الإخوة لأم فهم من أصحاب الفروض المفروضة المقدرة المذكورة في آية النساء في بداية الأولى في بداية السورة. يوصيكم الله. أي نعم. نعم. فجاءت هذه الآية. طيب هذه الآية كيف جاءت؟ جاءت بصيغة غريبة جدا، يستفتونك يعني يطلبون منك أن تفتيهم يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم. عفوا دكتور، في قضية يستفتونك نريد إلمحها ولو يسير إلى قضية الأمور الشرعية وكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم يتوقفون فيها. أي نعم. ويلجؤون فيها إلى الوحي. نعم. وإلى الشريعة. صدقت. الحقيقة هذا ملحظ رائع جدا، وهو أن الصحابة كانوا لا يعقدون أمرا على أمر حتى يرجعوا فيه إلى الوحي، فإن كان عند الوحي جواب فيه لم يتعدوه، وإن كان مما أطلقه الله لهم ويعني وسع عليهم فيه فإنهم يتبعون فيه ما تكون به الحكمة بالنسبة لهم والمصلحة. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي يعلمون أن فيه تقديرا إلهيا. وبالمناسبة قضايا الأموال اعتنت الشريعة بها لكثرة ما ينتج عنها من خلافات وسوء ظنون وخصومات. نعم. وغير ذلك، ولذلك أطول آية في القرآن آية الدين. آية الدين. وآيات المواريث أو المواريث ما قسمها الله، ما قسمها أحد إلا الله سبحانه تولى وتعالى. تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه بالتحديد. أي دقيق. نعم. جدا. ومع أن الله قسمها بنفسه إلا أن العباد يحصل منهم بسببها مظالم. صحيح. فكيف لو لم يقسمها ربنا سبحانه وتعالى؟ صحيح. لأصبحت عامة خصومات الناس فيما يبقيه الموتى لمورثيهم. صحيح. لورثتهم. يقول الله عز وجل يستفتونك، يعني يسألونك يا محمد. والحقيقة في ملمح هنا، وهي أن الصحابة لا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا يعني فكرية ترفية، لماذا خلق هذا قبل هذا ولماذا كان هذا بهذه الصورة وكذا. لا، هي أمة عمل، أمة حركة، أمة تبحث عن يعني كأنها في ميدان معركة تريد أن تنتصر على عدوها وتخرج من هذه الدار سالمة غانمة، لا مجال فيها لعراك فكري ليس تحته عمل. الاستفتاف أمور شرعية دقيقة مهمة جدا. أي نعم. يرتبط بها مصالح. أحسنت. وقوله قل الله يفتيكم، يعني الله يتولى الفتوى، وهذا يدل على عظم منصب الفتوى، لأن الله تولاه. الله أكبر. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتولاه، ولا يجوز لأحد أن يأخذه إلا بحقه. فالذين يسارعون إلى الفتوى ويرون أنفسهم قد علموا ويسارعون إلى القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم،
مع أنهم ليسوا متخصصين في الشريعة، ولم يثنوا ركبهم عند العلماء، ولم يمضوا أعمارا في طلب العلم، هؤلاء مفترون على الله وعلى شفا جرف حقيقة عظيم من الخطر. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر وأحذر بهذه المناسبة، بعد مجيء الإنترنت والشيخ جوجل أصبح كل واحد شيخ نفسه. صحيح. من حين ما تعرض له مسألة يدق على جوجل ويضع سؤاله، ثم تأتيه الإجابة فينظر فيها ويوازن، ولا يدري هذا الموقع موثوق ولا لا، هل من سأله هنا يعني قد أصاب عين المسألة له أو لا. نعم. ما هو الراجح؟ كيف يزن المسألة؟ إذن هي الشيخ أيضا مسؤولة المستفتي. المستفتي ما يتساهل في أخذ فتوى من أي، هذا واحد. الله قال قل الله يفتيكم في الكلالة. بالضبط. والثاني أيضا من يفتي، من يفتي؟ ما يفتي الناس بمجرد أنه يقرأ في مواقع إنترنت. مرة كنت في مع طلاب الجامعة فكلفتهم ببحث، فبعضهم ضرب على الجوجل وطلع لي بعض الإجابات وضعها لي وقدمها لي على أنها ضمن أعمال السنة. نعم. فقلت له من أين أتيت بهذه الإجابة؟ قال لي من جوجل. قلت هل جوجل ثقة؟ يعني تؤخذ منه الأديان؟ هذا العلم الإلهي يؤخذ من جوجل؟ قال لي أي نعم، مذكور أحاديث وكذا. قلت طيب الآن أمامي، أخرج لي هذه النتائج ليريك. ففتح النتيجة مرة ثانية وقال أخذت من هذا الموقع. قلت افحص لي الموقع. فذهبنا إلى شاشة الموقع الرئيسية. نعم. وجدناه موقع للرافضة. قلت تأخذ العلم من هؤلاء؟ نعم. هؤلاء أكذب خلق الله ولا يؤتمنون على شيء، لا على الدين ولا على الدنيا. للأسف فيه تساهل كبير من الناس في قضية أخذ ديني. من كان كذلك يعني. نعم. أي نعم. قال الله عز وجل قل الله يفتيكم، وهنا يعني عبر عن الرب سبحانه وتعالى باسم الله الهيبة، وأنه هو الإله الذي يتعبد بأن يرجع إليه في هذه المسائل. قال قل الله يفتيكم في الكلالة، ثم ذكر يعني المسألة وهي إن امرؤ هلك ليس له ولد، طبعا ولا والد، لأن الوالد بيّن في أول السورة أنه يحجب هؤلاء جميعا. نعم. ليس له ولد كحال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وله أخت فلها نصف ما ترك. انظر كيف أعطى الإناث حقهم بالتقدير حتى لا يعتدي أحد على حقوقهم، وهذا من رعاية الإسلام للمرأة. صحيح. وحفظه لحقها. كان بالإمكان أن يقال يعني ينفق على المرأة أو تعطى شيئا يسيرا أو شيئا من هذا القبيل، لا، نص. حتى أن العرب أول ما جاءوا، الصحابة أول ما جاء مثل هذا كأنهم استكثروه، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا حق يجب أن يعطى لهؤلاء. قال الله عز وجل فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إن لم يكن للأخت ولد فالأخ يرث مالها كله. نعم. لأنه يرث بلا تقدير. قال وإن كانتا اثنتين أختان فأكثر. نعم. يعني أختان فأكثر، سواء شقيقتان أو كانتا لأب، فلهما الثلثان مما ترك. لهما الثلثان مما ترك، تصور ثلثاء المال الذي يخلفه الميت يكون للأختين فأكثر، يقتسمانه بالسوية. نعم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية ضرب عندها أعداء الإسلام أطنابهم. صحيح. يرون أنها مدخل للانتقاص من الإسلام وظلمه للمرأة، وهي والله غاية العدل. كيف هذا الشيخ؟ أي أنت لما تنظر المسألة لا تنظر إليها في جانب، يعني في زاوية واحدة، انظر إليها من جميع زواياها. صحيح. أي نعم. كيف ذلك؟ الإسلام أوجب على الرجل أن ينفق على المرأة، وأوجب على الرجل أن يدفع مهرا للمرأة، والواجبات المالية على الرجل أكثر بكثير من الواجبات المالية على المرأة. يعني الأخت إذا لم يكن أبوها موجودا تكون تحت رعاية أخيها، ويلزم بإسكانها والإنفاق عليها وإلباسها وإطعامها وإسقائها وكل ما تحتاجه، ويبقى هذا المال بيدها هي تضعه حيث شاءت. فإذا نظرت إلى أن الإسلام قد وازن هذه الأمور ووضع واجبات على الرجل من زوايا أخرى، عرفت أن الإسلام لما جعل للرجل مثل حظ الأنثيين أن ليس ذلك ظلما له، بل هذا من باب العدل، متسق مع النظرة العامة لتكليف الرجل بالإنفاق ومسؤوليته. وأنا أضرب لهذا مثالا يعني ماديا، أقول الآن انظر يا أبا عبد المحسن
إلى العين ما أجملها في مكانها، لكن لو أنك أخرجتها وضعتها على الطاولة هذه بشعة بشعة. أي هكذا الذي يخرج مسألة من الدين ويحاول أن يناقشها بمفردها خارج سياق هذا الدين كله، هذا صحيح، هو يسيء إلى هذه المسألة ويسيء إلى الدين، بل بالأحرى هو يسيء إلى نفسه، لأنه بهذا يريد أن ينظر الإسلام كأنه أجزاء متفرقة. لا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني انظروا إلى هذا الدين واقبلوه كله ولا تقبلوا جزءا منه وتدعوا أجزاء. نعم، أيضا يا دكتور هذا البيان جيد، لأنه نظرة المتكاملة لمثل الموضوع، حينما يأتي الإنسان يدافع في هذا الزاوية الضيقة قد يكون يثير، يعني قد تأتي الإشكالات، لكن حينما ينظر هذه النظرة العامة لا شك أنه سيكون بينه أكثر. إضافة لما تفضلتم به، هناك بعض الباحثين أحصوا الحالات التي ترث فيها المرأة، فوجدوا أن المرأة في كثير من الحالات ترث مثل الرجل أكثر منها، في حالات أكثر من مجموعة من الحالات، أكثر من 18 حالة تقريبا، لا قرابة 16 حالة. نعم صحيح. نعم. منها حالة الإخوة لأم، قال الله عز وجل: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني لو أن رجلا مات وله إخوة لأم، ثلاث أخوات وثلاث إخوة من أمه، فإنهم يستوون، يقسم المال بينهم بالسوية، أي يعني يعطون الثلث ويقسم هذا الثلث بينهم بالسوية، الذكر والأنثى سواء. نعم. مما يدل على أن القضية ليست قضية تشهي أو ظلم للمرأة، لا، هي عدل رباني. ولذلك ينبغي لنا أن نتوخى اتباع أمر الله، لأنه هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله. نعم. نعم. أيضا يا دكتور، حقيقة لو أن الورثة يعطون النساء حقوقهم لكفتهم، لكن مع أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه وفصلها، حتى لم ترد في السنة، وردت في القرآن بنصوص واضحة ومحددة علم المواريث، لكن حقيقة الواقع الموجود فيه مأساة كبيرة، إما ظلم الأخوات، صحيح، يقولون هذه الأخت متزوجة ليس لها حق في المال أو ليست بحاجة إليه، فعادت الجاهلية بشكل آخر في حرمانها. صحيح. هل من تعليق على هذا حقيقة؟ والله أنا أسمع شيء من المظالم تقع في بعض المناطق أو في بعض الدول وبطرق كما ذكرت ملتوية، قد لا تكون بالمناسبة صريحة في ظلم المرأة، ولكنها نوع من أنواع الضغط الاجتماعي على المرأة في أن تتنازل عن حقها أو تتنازل عن الشيء الذي لا تريده أو لا تطيب أنفسهم به للمرأة، وأحيانا بحجج مغلفة. مثلا قد تكون الأراضي قليلة مثلا أو شحيحة في منطقة ما، فيأتي الإخوة ويقولون: أنت إن ورثت معنا دخل أبناؤك وهم من قبيلة أخرى علينا في بلادنا أو أراضينا، وهذا يعني صعب علينا، فنحن نرضيك بأن نعطيك من المال. فيقدرون الأرض بقيمة بخسة ويعطون أختهم من المال ما يظنون أنها قد وازت به هذه الأرض. نعم. وهذا من ظلمهم، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، بل يجب أن يعطى كل أحد حقه بمقدار وبعدل ومن دون أن يضغط على أحد. ومن الأشياء التي يجب أن نعلمها أن أي مال أخذ من أي أحد بسيف الحياة فهو مثل المال الذي يغتصب تماما. صحيح. لا يحل مال امرئ إلا بطيب، لاحظ، بطيب نفس، أي ما هو بأن تضغط عليه. يعني لو قلت لك يا أبو عبد المحسن ما شاء الله القلم هذا حلو والله منين شريته، فقلت لي تفضل، العلماء يقولون لا ينبغي لك أن تأخذ هذا القلم لأنك أحرجت صاحبك في أن يعطيك إياه. وللأسف يضغط على النساء كثيرا، في هذا امرأة متزوجة ما حاجتها، أي إخوانها أشد حاجة منها، أو يقولون موظفة أو غنية أو زوجها غني، هذا غير صحيح، يعطى كل ذي حق حقه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما جعل الله لك أنك والله تحيف لواحد على واحد بسبب غناه أو فقره، بل تعطي الغني ولو كان غنيا وتعطي الفقير ولو كان فقيرا، ولا تحيف لأحدهما على الآخر. حسنت، جزاكم الله خير، نسأل الله أن ينفع بهذا البيان. الحقيقة في الواقع فيه إشكالات كثيرة جدا في تطبيقات الميراث، صحيح، فضلا عن التأخر في عدم توزيع التركة وغير ذلك،
قد يكون النساء منهم يعني يتأخرون بعض الناس في توزيع التركات، ومن النساء من هي بحاجة لذلك أو الرجال. والله أنا أذكر بهذه المناسبة يعني حادثة الوالد لما توفي رحمه الله. رحمه الله. أي نعم. أموات المسلمين. ورحم أموات المسلمين والديكم. يعني الأخ أخي الدكتور حمد قاضي في المحكمة يعني حثنا حثا شديدا على أن ننهي أمور الميراث في أسرع وقت، وبالفعل يعني خلال 3 أشهر أنهينا كل متعلقات التركة، واستفدنا في هذا من بعض قرابتنا الذين أخروا قسمة الميراث بعض السنوات ثم تعقدت. هل تصدق أنها إلى اليوم منذ 30 عاما لم تقسم؟ هذا صحيح، والسبب هو التأخر. أنا دائما إذا زرت أناسا في وقت يعني الموت أو العزاء أقول لهم احرصوا في الأيام الأولى ما دامت القلوب رقيقة والإخوة مجتمعين على إنهاء كل المتعلقات متعلقات التركة وإنهائها حتى لا تكون سببا في خلافكم وتفرقكم. أحسنتم دكتور حقيقة، وهذا من الإشكالات الكثيرة وتصبح مساعدة ما يسمى العلماء بالمواسخات. يموت ثم يموت أجيال، وهذا كثير جداً. نعم. إذا ما قسمت التركة والله عز وجل قد تولى قسمتها وبينها، فيجب أن تقسم مباشرة. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يرحم موت المسلمين وأن يوفق المسلمين للعمل بهذه الشرائع العظيمة. آمين. وجزاكم الله خير دكتور، وأنتم أيها الأخوة المستمعون المشاهدون والمشاهدات أشكر لكم حسن متابعتكم، ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهل والكفر والزور أمسك الليل ديجور، وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور. يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور، يصوغ أبهى الوصايا للناس نهج ودستور. الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور، من فيضه خير سقيا للعبد إن عاش مسرور. الجهل والكفر والزور أمسك الليل ديجور، وأشرق الوحي حينا بالخير.